تاريخك الفظيع ده ومعاملتك مع ناس كبيره وفنانين تقال، ليه ما طلعتش قلت انا نمبر 1 في يوم من الايام؟ عشان انا عمري ما كنت نمبر 1. لا، في تاريخك بيقول ان انت لا مش معنى ان بجد ومن زمان انا عمري ما كنت نمبر 1 ولا يشغلني ان اكون نمبر 1. لو انت قصدك رمضان، فرمضان استطاع ان يكون نمبر 1 يا جماعه. طريقته كده هو، لا وهو ستايله كده، كل واحد ليه ستايل زي عمرو دياب. ليه ستايل يكون نمبر 1 ليه من وجهه نظر تامر عبد المنعم؟ ليه ده راجل عنده 32 سنه. الراجل ده عنده 32 سنه، بقاله 7-8 سنين عامل نجاحات في كل حاجه، نجاحات على مستويات مش قليله. وهو سهل يتملي له حفله من الحفلات دي، سهل يتباع له مسرحيه. صح. تفتكر في ناس ورا سهل يتعمل له مسلسلات؟ يا سيدي مش لازم يكون كل سنه نمره واحد، لكن مزبوط. على طول بيلعب في 1 و2 و3 بقاله دلوقتي 7-8 سنين. لا عمل كام يعني حاجة. ليه احنا بنقلل من تفتكر نجاحات؟ ان في حد ورا ده؟ مفيش حد ورا. بصي ورا والله بقول لك، لو ايه بقول لك كل الاسماء اللي انا اعرفها، اقول لك اعرف الرئيس مبارك. لا هو قصده ورا الهجوم عليه. ورا الهجوم. في حد انا عارف وتامر عارف، بس مش هنقول لك. لا مش هنقول علشان التلفزيون. لا مش هنقول لك، احنا نسيب كده. مش هنقول. لا طبعا في. نرجع بقى لمشخصاتي، عملت كذا، قلدت كذا فنان. وان ولا دو؟ لا وان. تمام. ايه اكتر حد انت كنت بتحاول تقلده وكان صعب، يعني ما كانش شخصيه سهله التقليد؟ كلهم، بس كلهم مش انا يعني، ما فيش شخصيه فيهم هي انا، فانا كلهم كانوا اشتغلت عليهم. مين زعل؟ لا ما حدش زعل. لا 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 اكيد الاخوان زعلوا مني يعني. لا ده في الفيتو. لا لا في لا مش زعلوا عادي، ده زعلوا قوي. لا وعلى فكره انا كنت برضو عشان اكون يعني واضح وصريح معاك، انا ما اتريقش على حد وقع ولا اشمت في حد وقع ولا كده. انا قلت وجهه نظر في الفيلم ده بالذات، مش خصاصتي تو يعني. الناس كانت قاعده مستنيه انها تشوف حاجه زي واحد، انا حكيت تاريخ من وجهه نظري، ولذلك هتلاقوا دوكيو دراما كتيره يعني، في دوكيومنتري كتير كنا شارين. كنت راضي عن نفسك في تقليد مين في شخصيات كلهم؟ كلهم كنت شايف ان انت كنت وحكيت الحدوته من وجهه نظري اللي كل يوم بتتاكد انها كانت صح من يوم 28 يناير. طب من وجهه نظرك الفنانين دلوقتي الشباب الكوميدي، مين بيلفت نظر تامر عبد المنعم؟ او بتقول عليه شاطر؟ لا ده موهوب في حتته يعني. بتوع مسرح مصر، وان كان يعني مسرح مصر علي ربيع. لا طبعا علي ربيع وقصقص وسلام واوتاكا ومجموعه لطيفه ويزو، حتى لو ما كانوش بيقدموا فكره المسرح اللي هو مسرح يعني، هم بيعملوا سكتشات تمام، لكن احيوا فكره ان يبقى في جمهور بيتفرج على مظبوط يعني. في ناس بتهاجمهم مظبوط، بس الناس دي ليها جمهور وبيروح لها المسرح، ونورت خشب مصر مظبوط. في عندنا في وسط البلد مسارح مغلقة وكلها عنكبوت وتراب وبايظة مظبوط. لو كل لو قصقص وعلي ربيع هيفتحوا لنا المسارح دي يبقى كتر خيرهم. صح. وخلي بالك ان الممثلين النهارده بقوش يربحوا ويتربحوا من المسرح. كنا نعمل زمان، انت بتقول لي اشتغلت مع نجم، دي كانت رواية شنطة اسمها كده. يعني نشتغلها نطلع الدوحه ننزل منامه نلف، وبعد كده بنصورها في يومين وخلاص، اللي هي انا وكحيون ربحنا المليون دي. بس كان جامد قوي. لكن في مسرحيات كانت تقعد سيزونهات بقى، زي ربنا يخلي جمعه. ربنا يخلي سيزونز. زي الزعيم، زي بودي جارد، زي مسرحيات الاستاذ سمير غانم، وان كان برضو كان له روايات شنطه، اللي هي ديكور واحد بيتطبق بياخدوها في الطياره. يطلعوا يلفوا بيها تور بره. بس محمد نجم ده كان قصة كبيرة قوي طبعا. ايه بقى يعني الناس كتير من محمد نجم كان زوره قليل. كنت فاكره ان هو بيشرب حاجة او بتاع، اكتشفت انه ما بيشربش اي شيء ولا حتى سجارة، ويعشق الرمان. يعشق عصير الرمان. وبعد كده طيب جدا، راجل طيب حقيقي وخفيف الظل في القعدة، ومحب جدا لأسرته. يعني لا لوف كده ولا لوف كده، ولا راجل محب لاسرته وبيحب ابو شريف وبيحب زوجته وبيحب يعني وبيحب مسرحه، وقاعد فارش قدام المسرح زي ما تكون قهوه كده، وقاعد قدامها وطول النهار يعمل في افيهات وفي حياته طبيعيه يعني، مش مصطنع ولا بس عامل بس فيها. لو كان طور من نفسه كان محمد نجم ده اصبح حاجه قنبله. طبعا طبعا هو كان مفيش زيه.